أيضا وزارة الداخلية لا تألو جهدا في الحفاظ على أمن البلاد وضبط المخالفين وتطبيق القانون على أرض الواقع. ومن هذا المنطلق قامت أجهزة الأمن العاملة ضمن فريق العمليات الميدانية بحملة أمنية شاملة وموسعة بالمنطقة الحرفية الصناعية. حملة أمنية موسعة وشاملة بمنطقة العرضية الصناعية ضبط خلالها 545 مخالف وحجز 66 مركبة وتحرير 25 مخالفة من قبل البلدية و53 إنذاراً للهيئة العامة للقوى العاملة. ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لضبط الحالات الأمنية وتعقب الخارجين على القانون عبر تكثيف الحملات الأمنية وبتعليمات من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح وبقيادة وحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد والمشرف الأمني الميداني على الحملة اللواء عبد الفتاح العلي، قامت أجهزة الأمن العاملة ضمن فريق العمليات الميدانية بحملة أمنية شاملة وموسعة لضبط وملاحقة المتهمين والمطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين بالمنطقة الحرفية التابعة للعرضية الصناعية. وقد شارك في حملة المداهمة الوكلاء المساعدون الميدانيون والقيادات الأمنية بمشاركة القطاعات الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية، وذلك بقوة قوامها 102 ضابط و400 عسكري و35 دورية بالإضافة إلى وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة. وقامت أجهزة الأمن بإغلاق كافة المناطق والشوارع والطرق في منطقة العرضية الصناعية لملاحقة وضبط كافة العناصر المخالفة والمطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين والمشتبه بهم، وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم تمت مداهمة الأماكن المستهدفة والمشتبه بها والتي تم تحديدها في وقت سابق، حيث تم ضبط 545 مخالفاً جاءت مخالفتهم كالتالي: 6 ضبط جنائي و13 ضبط مدني و159 مخالف لقانون الإقامة و26 تغيب و103 بدون إثبات و1 مخدرات وثلاث حالات سرقة و159 عمالة سائبة، وتم حجز 66 مركبة كما تم تحرير 25 مخالفة من قبل البلدية و35 إنذاراً من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة. وأضافت الإدارة العامة للعلاقات والأعلام الأمني أن الحملات الأمنية هي بمثابة فرض أمن وقائي وتطبيق عملي وميداني للقوانين بغية تطهير المناطق من الفساد والإجرام ومخالفي القوانين. وقالت إن الحملات الأمنية سوف تتواصل تبعاً للواقع الميداني والعمليات وبتعاون وثيق مع كافة هيئات ومؤسسات الدولة مستقبلاً بعد دراسة نتائج الحملات والمداهمة.